السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في دورة بناء وتطوير متجر إلكتروني احترافي عملاق باستخدام PrestaShop بلاتفورم. من خلال PrestaShop سنقوم ببناء متجر إلكتروني لبيع المنتجات من خلال الإنترنت بتكنولوجيا عملاقة جدا وعلى غرار المواقع الضخمة والعملاقة مثل موقع علي إكسبرس، مثل موقع أمازون، مثل موقع اي باي. هنا سنتحدث بشكل مختصر عن بريستا شوب. بريستا شوب هو مصدر مفتوح، اي متاح يمكن الحصول على بريستا شوب بدون مقابل مادي. يمكن تطويره وتخصيصه بشكل او بطريقه او باخرى، يمكن استخدامه واضافه قوالب واشكال عديده جدا من خلال بريستا شوب. بريستا شوب كما تحدثنا هو مصدر مفتوح ويمكن الحصول عليه بكل سهولة. هناك أكثر من 250 ألف متجر إلكتروني من خلال شبكة الإنترنت تم بناء هذه المتاجر باستخدام نظام بريستا شوب، وهو محبوب الجماهير خصوصا من يعمل في مجال التجارة الإلكترونية. هنا سنشاهد العديد من القوالب والأشكال التي يمكن تخصيص نظام بريستا شوب من خلالها، فيمكننا اختيار القالب المناسب والملائم، وكذلك هو نظام متعدد اللغات، أي يمكن أن يكون المتجر باللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الإسبانية واللغة الألمانية ولغات أخرى عديدة جدا. إمكانيات هائلة جدا في هذا النظام، في هذه البلاتفورم يمكن التخصيص ويمكن إضافة أشكال رائعة جدا وجذابة مع ذكر تفاصيل عديدة جدا يمكن تخصيصها وإضافتها والتحكم بها مع خصائص ومميزات قلما تكون موجودة في أنظمة متاجر أخرى حول العالم. دعونا نتعرف أكثر على نظام بريستا شوب من خلال رؤية بعض القوالب وبعض الأشكال. وكما تشاهدون هنا نحن نقوم بجولة سريعة في عدد من المتاجر، في عدد من المتاجر التي تم بناؤها من خلال نظام بريستا شوب. طريقة عرض رائعة جدا، عفوا طرق عرض رائعة جدا في نظام بريستا شوب. وكما تشاهدون هنا، كما نشاهد هنا نقوم بعمل سلايد و سكرول لمشاهدة هذه النماذج وهذه الأشكال. إذن كل هذه المتاجر تم بناؤها باستخدام نظام بريستا شوب، قوائم احترافية، إمكانيات هائلة جدا، خصائص وميزات غير موجودة في أنظمة بناء متاجر أخرى حول العالم، نظام آمن جدا كما نشاهد هنا، إمكانيات هائلة جدا و قوائم بشكل احترافي. وكما نشاهد هنا نشاهد العديد من المزايا والعديد من الإمكانيات وصور مع قوائم، وقوائم أيضا احترافية ليست بقوائم عادية. هنا يمكننا أيضا مشاهدة قوائم بشكل عمودي أو قوائم بشكل أفقي مع بانر وصور، يمكن الانتقال من صورة إلى أخرى ومن شكل إلى آخر. وكما نشاهد هنا وهنا أنظمة وتخصيص قوائم، يمكن تخصيص القوائم بطرق عديدة.